ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله، حمله الله ومن آمن معه على لوح، على خشب ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. يعني بعضهم يقول أنا بتقي الله ونشوف، هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة، سيأتيك. ولذلك قد